كده نقولها في الفقرة بتاعتنا، النصيحة اللي ممكن تقوليها للناس كلها وهم بيلبسوا اكسسوارز وهم نازلين من البيت. تمام. يختاروا كويس الحاجه يعني، يعني وكويس اي مهم ان انا اخد بالي كمان او اخد راي الناس اللي حواليا الحاجه دي لايقه معايا ولا لا، وكمان ما احصرش نفسي في الوان الموضه. لو هو الموضه الالوان السنه ممكن دي تحددني قوي؟ اه طبعا، يعني مع لون اللبس، مع لون الشعر، مع لون بشرتي، انا ما اختارش حاجه هي مش هتبقى حلوه معايا او مش هتبقى كويسه مع طريقه لبسي يعني. سعدت جدا بلقائك يا منى، وجود ميرسي لك ان شاء الله. برضو الفتره الجايه يكون عندك استثمار بقى كبير قوي، ان تعملي شاء حاجه الله. كبيره ميرسي جدا كلها صنعه في مصر. ان شاء الله. ميرسي ميرسي جدا يا منى ليكي. مشاهدينا كان معانا منى فهمي، هي مصممه حليه واكسسوار، شفت معانا الكولكشن اللي هي جايباها وكلمنا وعن تفاصيل حاجات كتير قوي. بشكركم، بس هنروح لفاصل ونرجع مره تانية عشان نكمل باقي فقراتنا في نهارك سعيد.